شك أن السعودية باتت وجهة تستقطب نجوم الرياضة والفن العالميين، فباتت مقصداً للمهرجانات والأحداث الفنية والاحتفالات التي لم تشهد البلاد مثيلاً لها من قبل. آخرها كان حفل نجمة الراب الأسترالية إيجي أزيليا، وهو ضمن مهرجان الرياض للألعاب الإلكترونية في بوليفارد مدينة الرياض، ولكن الحفل لم يجري كما أراده المنظمون. انطلق الحفل بشكل طبيعي، وهكذا ظهرت إيجي على المسرح بلباس يغطي أجزاء واسعة من جسدها، وبدأت حفلتها أمام المئات من الشباب السعودي الذين حضروا لرؤيتها وسماعها، وأدت العديد من أغانيها مع استعراضات راقصة أعدتها خصوصاً لحفلة الرياض، وعلت صيحات الحضور تصفيقاً وابتهاجاً مرددين أغانيها المعروفة بالنسبة لهم. ولكن أزيليا غنت خلال الحفل أغنية تحمل اسم الآلهة أو آلهة. هذه الأغنية هي ما أثار الجدل عقب الحفل، وأججت الغضب وسط انتقادات من السعوديين باحتوائها على عبارات إلحادية ومهينة للذات الإلهية بحسب وصفهم. التعليقات والانتقادات على حفل إيجي أزيليا لم تقتصر على الأغنية بحد ذاتها فحسب، فعندما كانت تغني حصل معها موقف محرج في أسوأ مكان يمكن أن تتعرض فيه له، وذلك بحسب وصفها، فقد تمزق سروالها وهي على المسرح، فجلب لها أحد مساعديها منشفة غطت بها المكان المكشوف هنا، وواصلت الغناء قبل أن يتم إنهاء العرض مبكراً من قبل الشرطة السعودية وفقاً لإيجي. الكثيرون دافعوا عن الفنانة، وآخرون انتقدوها ورأوا أنها لا تحترم الثقافة ولا عادات أو تقاليد المجتمع السعودي، وهذه عينة من التعليقات. محمد علي باشا يقول: كانت هناك آلهة أنثى في الميثولوجيا اليونانية القديمة، وكلمات هذه الأغنية قد تكون مستوحاة منها، وقد يكون هناك آلهة أنثى في البوذية أو السيخية إلى آخره. ما تكونش فاكر ما فيش غير الديانات السماوية الثلاث. أما نادرة فتقول: الحفل مولها، هي كانت ضيفة مع عدد من المغنين أو مع المغنين، الأكيد أن الاتفاق والمتطلبات ما تم الالتزام فيها من طرفها، لدرجة وقفوها وما خلوها تكمل، ونزلت هي بنفسها بحسابها عن الموضوع واعتذرت. أما عبد الله الرومي فقال أيضا: في الوقت الذي يتم فيه الإساءة للذات الإلهية من قبل إيجي أزيليا وسط مدينة الرياض، يتغاضى عن هذا من يطلقون على أنفسهم شيوخ وطلبة علم وينشغلون بتحريم تعليقات جوجل مابس. أخيرا تغريدة أو تدوينة من تسنيم القحطاني تقول: ليش الناس تحضر كذا حفلات مخلة بالأدب والأخلاق والدين؟ هذه اللي اسمها إيجي أزيليا تسب حتى ديننا وبفلوسنا بعد. أما النجمة الأسترالية مشاهدينا اعتذرت للجماهير السعودية عبر مواقع التواصل، وقالت في منشور على إكس: لجميع من حضر حفلي الليلة بالمملكة العربية السعودية، أحبكم جميعا وأعتذر عن عدم إكمالي للحفل. لم يكن خطأ منظمي الحفل، فهم أشخاص رائعون، وأرجو منكم معاملتهم برفق، لأننا أردنا استئناف الحفل ولم تسمح لنا السلطات السعودية بسبب تمزق بنطالي. وأضافت أيضا: أيتها النساء أظهرنا احتجاجكن. وأضافت أيضا أزيليا عندما سئلت لماذا لم تغير سروالها وتعود للغناء، لأنها فعلا فعلت ذلك، مضيفة في تدوينتها جملة: أيتها النساء ارفعن أصواتكن، إنه عالم المرأة. شكرا جزيلا لمشاهدتكم تريندينج، سنسعد باشتراككم بالقناة ومشاركتكم لقصصنا وإعجابكم بها والتعليق عليها.